كنت عم علمكن طريقة لتعرفوا تميزوا بين الكيميكال تشينج والفيزيكال تشينج بطريقة كتير سهلة. عم قلكن إذا عندي التلجة دوبتها تحولت لووتر، هيدا الووتر بقدر رجعه لأصله ولا لا؟ أكيد بحطه بالفريزر وبرجعه بيرجع بيتحول لآيس من أول وجديد. فهون أنا ما حصلت على نيو سبستنس، أنا بس حولته كان سوليد صار ليكويد، رجعت حولته من ليكويد لسوليد. بهذه الحالة أنا عملت فيزيكال تشينج مش كيميكال تشينج. طيب خلينا ناخد كذا اكزامبل لحتى نطبقهم وتصير القصص أوضح بالنسبة لكم. Classify the following transformations into physical or chemical. Boiling of water. شو عملنا بالماء؟ عملنا لها boiling، خليناها تغلي. طيب تحولت لwater vapor. Water vapor إذا أنا حبسته مثل كأنه عندكم طنجرة ومغطينا، بصير يطلع الwater vapor لفوق. لما يعلق على غطى الطنجرة لشو بيرجع بيتحول؟ بيرجع بيتحول لووتر. معناته بقدر الووتر لما حوله لووتر فيبر رجعه لأصله ولا لا؟ بقدر رجعه لأصله. فهيدا البويلينج اوف ووتر is not a chemical change, it is a physical change. ملتينج اوف ايس حكيناها، ملتينج اوف ايس بيتحول لووتر، بقدر رجعه لأصله ولا لا؟ اعطاني نيو سبستنس ولا لا؟ ما اعطاني نيو سبستنس، ما تغيرت الايدنتيتي لل ايس، فاذا هيدا فيزيكال تشينج مش كيميكال تشينج. نمبر 3 تشينج ان ليفز كولر ان اوتوم، بالخريف شو بيصير بورق الشجر؟ بتغير لونهم. طيب بقدر هاي الورقه اللي يبست رجعها لتصير ورقه خضراء ولا عطتني نيو سبستنس وذ نيو ايدنتيتي؟ مش شفنا تشينج ان كولر، يعني تغيرت الايدنتيتي اللي لها، فاذا هون عندي chemical change. Number 4 combustion of paper. Combustion بدنا نحفظ هذا المصطلح، combustion يعني الاحتراق. Combustion of paper احترقت الورقة، بقدر رجعها لأصلها؟ بقدر رجعها تصير ورقة من أول وجديد. تغيرت الايدنتيتي للبيبر ولا لا؟ يس تغيرت الايدنتيتي للبيبر، صار عندها properties جديد، لون جديد، وغير هيك مش عطيت غاز، مش طلع دخني لما حرقناها، فاذا هيدا chemical change. Number 5 combustion of fuel، جبنا fuel مثل البنزين مثل المازوت حرقنا، برجع بقدر رجعه لأصله ولا لا؟ كل شيء combustion يا teacher، كل شيء احتراق هو chemical change مباشرة من دون ما تفكروا فيها. Number 6 filtration of water oil، جبنا water وoil كانوا مخلوطين مع بعض، انتو بتعرفوا انه ما بينخلطوا بيعملوا two phases، عملنا لهم filtration يعني فصلناهم عن بعضهم. هيدا chemical ولا physical؟ حصلتوا على water جديد وحصلتوا على substance جديد ولا بس فصلتون عن بعض؟ نحنا بس فصلنا الووتر عن الاويل، بس الايدنتيتي للووتر بعدها هي ذاتها والايدنتيتي للاويل بعدها هي ذاتها، فهيدا physical change مش chemical change. طيب simple distillation of salty water، اذا جبنا salt وwater عملنا لهم distillation اللي تعلمناها من قبل بالseparation techniques، اللي بيصير salt بي فوليومتري ببيكر لحال والووتر ببيكر لحال، هون بنكون حصلنا على نيو سبستنس ولا بس فصلنا السولت عن الووتر؟ هون بنكون بس فصلنا السولت عن الووتر. الووتر keeps its identity without changing، السولت keeps its identity without changing، فإذا simple distillation of salty water is a physical change only. We don't obtain new substance. Number 8 cooking. كوكينج قلنا كل شيء كوكينج بنحط سبستنس نحصل على سبستنس جديد، والله جبنا بيضة قليناها حصلنا على نيو سبستنس، صار الكولورلس يولك شو صار؟ صار وايت لما نقليها للبيضة، تيست لها تغيرت، الاودر لها تغيرت، صار عندنا نيو ايدنتيتي نيو سبستنس، فاذا كوكينج is a chemical change. لحم المشوي لحم الني صارت لحم مشوي، كان لونه احمر صار لونه براون، chemical change. اوكي okay؟
طيب photosynthesis هي العملية اللي اخدتوها عنا بالبيولوجي. الفوتوسينثيسيس هي العملية اللي بتعملها الجرين بلانتس لحتى يصنعوا الستارش لحتى يصنعوا غذائهم. طيب عملية الفوتوسينثيسيس كمان اذا كيميكال رياكشن لانها عم تاخد السي او 2 عم تاخد اللايت وعم تشتغل عم تعمل في عم يعملوا كيميكال رياكشن لحتى يعطونا نيو سبستنس اللي هي الستارش. والفوتوسينثيسيس نمبر 9 از ا كيميكال reaction. هدول الأجوبة شو بتعملوا فيهم؟ بتنقلوهم هون. أول شي بتنقلوا السؤال مثل ما هو، بتنقلوا من 1 لل 9، بترجعوا بتحطوا عندكم هيدا التابل physical change chemical change وبتحطوا الأرقام محل بمحكانهم الصحيح. يعني ال 1 اللي هو boiling of water is a physical change، 2 اللي هو melting of ice is a physical change، 6 اللي هو filtration of water and oil is a physical change، simple distillation of salty water اللي هي number 7 هي physical change، والباقي ال 3 وال 4 وال 5 وال 8 وال 9 are chemical changes. تنقلوا هيدول على دفاتركم. طيب what is your homework؟ تفتحوا page 114 بتحلوا لنا exercise 2 and exercise 3. 2 يعني II، 3 هي III، 3 شحطات. بتحلوا لنا هدول السؤالين وبتبعتوا لي الجواب لو سمحتوا. يعطيكم العافية.